بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله. هنتكلم عن أهم وأول نظم الإرث، تي إن سيستم، تعريض المحايد واسم مصدر الطاقة سواء كان مولد أو محول، وإن شاء الله نستفيد من مميزات التي إن في التعريض الوقائي أو الوظيفي، ونعرف إزاي بيتوصل. تي اختصار لكلمة تير بالفرنسية أرض، وترمز لتعريض المحايد مع الأرض. إن اختصار لكلمة نيوترال، إن كل الأجزاء المعدنية للمحول متوصلة مع المحايد. أول حماية لنظام إرث تي إن تعريض جسم المحول، وده التعريض الوقائي Indirect Contact، التلامس الغير مباشر اللي بساوي بيه جهد سطح الآلة بجهد الأرض 0 فولت. لو لمس شخص جسم المحول وكان فيه كسر عزلي، التيار هيمر عن طريق الإرث، لأن مقاومته من 0 ل 5 أوم أقل من مقاومة جسم الإنسان 1000 أوم، وتفادى مرور التيار في جسم أي شخص. تاني حماية التعريض الوظيفي للتي إن، تعريض الطرف المحايد. هنا جنب المحول عملت حربة مع كابل إرث 70، وصلتها بالإرثنج سويتش، منه بقرض جسم المحول وكمان بقرض الطرف المحايد. إيه أهمية تعريض المحايد؟ مثال، لو موصل 3 شقق على 3 فازات، والنتر مشترك مع كل فازة علشان أخد 220 فولت، وكابل النتر انقطع، الكهرباء مش هتفصل. الجهد هيرتفع في شقة، ولو فصلت أحمال شقة هيرتفع الجهد ويصبح لاين تو لاين 380 فولت. هنا هيكون الإرث بديل للمحايد، وعشان كده قطر كابل الإرث بيساوي نص قطر كابل الفيز، لأن هيكون عليه تيار. لو حصل تلامس مباشر دايركت كونتاكت، إن كابل انقطع ولاين لمس لاين أو نتر، هيحصل أمبير عالي، هيرجع على ملفات المحايد ويأثر على العزل. بتعريض النتر بوجد مسار للتيار احمي بيه عزل الملفات. المهم ان نظام الارث تي ان بيحد من حدوث حرايق وبعديها انفجار. لو عجبك محتوى الحلقة ادعمني بلايك وشير وسبسكرايب.